وأول اتصال الأستاذة هدى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة أكسر منامي. طيب هاتي أول منام، بس علي لي صوتك شوية يا هدى بعد إذنك. طيب ماشي. لو سمحت أنا حلمت إن، بس الحلم ده حلمت يعني من قيمة 15 يوم. تمام. قبل ما أعرف إن أنا يعني حامل. ما شاء الله، ربنا يقومك بسلامة. الله يخليك يدعي لي. بس حلمت إن أنا قاعدة كده في مكان زي مكان مستشفى، بس مكان غريب يعني عليا. تمام. بس فحلمت إن أنا قاعدة، في واحدة قالت لي حاجة، بس أنا الحاجة دي مش فاكراها. قالت لي إيه؟ بس أنا قلت لها أنا صايمة. أنت حلمانة إن أنت في مستشفى وفي مكان مش عارفاه. قلت لها ادعي لي. وفي إيه؟ راحت قلت لها ادعي لي. ادعي لي. أه، راحت قالت لي ربنا يعوض عليك إن شاء الله. انت معاكي ولاد؟ لا انا معايا بنتين. انت نفسك في ولد صح؟ نفسي في ولد. سؤال، انت قبل كده لو يعني سؤال يعني لا انت سقطت قبل كده؟ انا ايه؟ حصل لك اجهاض قبل كده؟ اجهاض حمل؟ ايوه، اول مرة قبل ما اجيب البنتين. طيب تمام، كملي منامك. بس بعد كده رحت، بعد ما قالت لي ربنا يعوض عليكي، بس رحت بعد ما صحيت على، هي قالت لي حاجة ثانية. بعد ما صحيت من النوم على طول رحت قلت ايه؟ قلت مهاب وقلت فهد. قلت ايه؟ بعد ما صحيت من النوم على طول قلت مهاب وفهد. معلش مش سامعها والله. بعد ما صحيت من النوم على طول قلت مهاب وفهد. معلش يا جماعه، قلت ايه؟ بعد ما صحيت من النوم على طول قلت مهاب وفهد. طيب تمام، صل على النبي. صل على النبي. طبعا انت بتقولي انت شفت المنام ده وانت حامل بقالك اسبوعين، واللي بتقول لك دعيت لك وانت حلمته قبل ما اعرف ان انا حامل. طيب تمام، قبل ما انت تعرفي حامل وانت حامل دلوقتي. تمام، انا حامل دلوقتي. المنام كلته بياكد ان انت نفسك في ولد ذكر. صح كده يا دكتور؟ هو لو سمحت زي الشيخ، انا عشان متحلش بالولاد ولا ده ممكن ربنا يديني. بصي، ربنا هيديكي ويعوض عليكي في حاجات كتير قوي قوي قوي. طيب، ولما حضرتك تشوفي نفسك ان انت في مستشفى، انا بحب رمز المستشفى قوي برغم ان كتير بيخافوا منه. شفتها دي يا شيخ، ان هي قاعده على سلم طويل خالص 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 ولابسه ابيض فابيض. الله الله، جميل، بشاره طيبه من رب العالمين ليكي. ايوه، لابسه ابيض فابيض وبتكلمني. قلت لها والله انا صايمه. راحت قالت له ربنا يعوض عليك ان شاء الله مهاب وفرح. طيب جميل المنام قوي. اسمعينا فاعبره لك، المنام بيدلل على امور. قول كده الحلم اتكلم بسرعه يا نبي. طيب اتفضلي. حلمت ان انا صاحبتي هي اساسا ان هي معايا في المدرسه، اشترت قميصين جداد. صاحبتك؟ صاحبتك اللي في اشترت قميصين جداد، رحت انا اخدتهم منها واديت الراجل 70 جنيه. صاحبتك ادتك ايه وخدت 70 جنيه؟ اخدت قميصين جداد منها. خدت قميصين جداد منها؟ ورحت اديت للراجل 70 جنيه ثمنهم. طب تعرفي الوانهم ايه يا فندم؟ واحد لونه احمر وواحد لونه بيج خفيف كده. طيب جميل جدا، ما شاء الله عليكي. واديت له ثمنهم 70 جنيه. ثمنهم 70 جنيه، بس الراجل ثمنهم وخدتهم. بس كده؟ ايوه يا دكتور. على طيب. فكره انا الحلم اللي قلته لك ساعتها كنت فاكر ال 200 جنيه اللي قلت لي اعمل زكاه، وانا زكيت. تمام. ايوه، انا عايزاك تفسر لي دول، ربنا يخليك. انا حاضر. مش متهلوس من نفسي ولا هو ده ايه؟ حاضر، هعبرهم لك. اسمعيني من التلفزيون وتحت امر حضرتك. الأخت الكريمة ما شاء الله رب العالمين إن شاء الله هينصرها وهيقومها بألف سلامة. ليه؟ لأنها نفسها في ذكر. ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك اللي أنت عايزاه. طيب ليه؟ أولاً إن هي في المستشفى، ورؤية المستشفى أنا بحبها جداً في المنام. ليه؟ بالفلاحة كده وبالعامية زي ما إحنا بنتكلم وأنتوا واخدين على كلامي، أفصل لكم بالعامية وبالفلاحي. رؤية المستشفى في المنام، مستشفى مبنية، دكتور طبيب، دولا الإنسان ما بيبقى مريض أو تعبان وبيبقى عنده قلق أو الدنيا ملخبطة معاه، فسريعا جدا بيروح يكشف أو يروح المستشفى عشان ياخد علاج ويروق. فهنا رؤية المستشفى دي فرج للأخت الكريمة، خير للأخت الكريمة. طيب لقت واحدة لابسة أبيض في أبيض وقاعدة على سلم وبتقولها ربنا يعوض عليها، فأنا سألتها قلت لها انت كنت حامل قبل كده وحصل لك اجهاض؟ فقالت لي فعلا في اول الحمل. الظاهر ان هي كانت حامل في ذكر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما ارادش ان هو ايه يكون معاها، وهي معاها بنتين.
طيب الست لابسه ابيض في ابيض والست في المنام دي مجهوله، فده اكيد رمز من رموز ربنا سبحانه وتعالى وجند من جنود الله سبحانه وتعالى اللي جايه ببشر الانسان. سيدنا النبي كان بيحب يبشر قوي، فانا ببشرك ببشره طيبه قوي ان ربنا هيعطيك اللي انت عايزاه وربنا هيفرحك والله اعلى واعلم. طيب اشترت قميصين ودت للتاجر او للراجل 70 جنيه وكان القميص واحد لونه احمر والتاني لونه بيج، ده دليل على رزق جاي لها في المنام، دليل على خير، دليل ان هي تشتري ملبس جديد، حياه جديده، فرج جديد، جوزها او زوجها هيتغير معاها، هيحلو معاها بعد ما يجي لها الولد. ليه؟ لان الملبس الجديد والحاجات اللي بتبقى الملابس جديده بيبقى فيها فرحه فيها خير، ففي امر جاي لها في الطريق هيفرح بيتها ويفرح جوزها والله اعلى واعلم.